Donc, هذا الموديل ناس كيجيب 3 بياس. انا غنخلي لكم الصوره ديالو من ورا هذا الفيديو. الثوب ديالو صراحه ما نقدرش نوصف لكم الثوب ديالو الا اللي مجرباه واللي خداته راه هي اللي عارفه بحق الثوب ديالو. وكنظن راه كيبان لكم غير هكا. سمحوا لي البنات كنصور غير بالكاميرا ديال التليفون، يعني الصراحه هاد الموديلات ما تستاهلش تصور بهذه الطريقه، ولكن هادشي اللي عطى الله. شجعوني البنات وان شاء الله تكون عندي امكانيات انني نبقى ندير لكم احسن تصوير باحسن جوده. انا كنصور غير بالتليفون بلا كاميرا بلا سيبورة، يعني شاده بايد، اما كيبان لكم ايديا في الخيال كنصور بايد. فيه القميجه هادي، هاد لاشوميز هادي راه نصكم نصكم، راه كيبان الثوب واخا انا يعني ما كنوصفش لكم، لكن شوفوا الثوب كيفاش كيبان زوين تبارك الله. كتجي فيها هاد البريده هكا في الصدر في الوسط، وعندها الجيلي ديالها. الكمام فيهم هاد اللعيبه هاي مزيناهم هكا، وفيها جيوب في الصدر وجيوب في الجنب ديال لافيست. هذه هي لافيست، وهذه الشوميس كتجي لتحت، وهذا السروال البنات. كما قلت لكم راه غادي نخلي لكم الصوره ديالو باش تشوفوا الموديل اكثر كيفاش كيجي في اللبس. هاد الموديل البنات جبته بجوج الوان، صراحه كيجي رائع في اللبس.